السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن مستجدات عائلة مغربية أصيلة، وماذا طرأ على علاقة بكريشة مع ابنته فاطمة الزهراء، وهل ستغادر المنزل حقا أم لا؟ السلام عليكم متابعين قناة أسرة مغربية، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى لكم عواشر مبروكة وعطلة سعيدة. كذلك رحنا في واحد الأيام ديال العطلة، وكذلك في واحد الأيام مباركة، يعني قريب شهر رمضان الفضيل، أيام قليلة وغادي نكونوا في شهر رمضان، والحمد لله. يعني حنا هذه الظروف هذه تزامنت مع هذه الأيام المباركة، ولكن ما عندنا ما نديرو. بالنسبة لفاطمة الزهراء، أنتم كتشوفوا قلت لك قررت يعني ما تبقاش معنا وصافي، خدات قرار نهائي نظرا لهذا الشيء اللي وقع في الدار، دباز ومناتفة ومرايشة ومسكينة، كلها دابا كلها مخبوشة، يعني بلاتي غادي نوريكم الاثار ديال الدباز اللي كان عندنا في الدار. وكانت عندنا واحد الروينة فعلا فعلا، هاد القنوات اللي خرجوا هاد الاخبار فعلا ما كيكذبوش. انا ما عرفتش منين كتصرف هاد الاخبار، ولكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع اللي كتب الله دابا هو هذا. كنتمنى تكونوا كتسمعوني حيت شوية الزاج هبط. هادشي اللي كتب الله دابا اخيرا فاطمة الزهراء بغات تمشي، واخا بغي واخا زعما عينا نحزرو فيها، رغبناها قلنا لها بنتي صافي هادشي ما غيعاودش يتكرر، جلسي معنا وهذا، قالت لك لا هي ما تجلسش معنا، خدات قرار نهائي. إيه؟ انا ما يمكن لي الا نقول لها الله يسخر لك هادشي اللي كاين، والحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. هادشي تزامن مع هاد الايام كما قلنا فضيله عند الله، والشهر المبارك قريب، ولكن ما عندنا ما نديرو. يعني استقرار ما كاينش في الدار، كاين المشاكل، كاين العنف اللفظي والعنف الجسدي، وما كايناش الراحه، فعلا ما كايناش الراحه. وداك الشيء علاش فاطمه الزهراء بغات تمشي وترتاح، ومع الاسف غتمشي مسكينه كلها مخبوشه، كلها يعني فيها اثار ديال الضرب واثار ديال العنف، تعنيف تعنيف الجسدي فعلا. ولكن ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كتب الله دابا تبرا، دابا داك الشيء كلشي ان شاء الله يبرا وما يبقى حتى حاجه، ونتمناو من الله ما تغيبش علينا بزاف، تمشي وتولي. ياك إيه فاطمه الزهراء ما تغيبيش؟ فعلا انتما كتشوفوا انا شحال تقدري شحال تقدري دوزي شي شهر؟ نصب دوزها دقيقه بعدا قلت لك نصب دوز غير دقيقه. انا هادي والله العظيم مسكينه غادي نبوس لك راسك تستاهلي، قلت لك نصب دوز غير دقيقه اخوتي المتتبعين. المهم هذا غير كان مجرد مقلب صغير برانك درتو خصيصا لهاد القنوات المجرمه اللي حاطين علينا وباغينا نطيحوا في شي ورطه، يعني باي طريقه باي ثمن. واخا حنا الحمد لله واحد الاسره اللي سويه وواحد الجو، يعني واحد الاسره اللي كيسودها الحب والحنان والامان، وما نقول لكمش ما نقول لكمش، يعني واخا نعيا نوصف ماشي بحال اللي شاف، يعني اللي سمع ماشي هو اللي شاف. ولكن مع الاسف مهما داكشي كامل، الناس كتاول والناس كتخلق اكاذيب كتروج اشاعات، الغاض منها راه باين، يعني يطلعوا الاسانس على ظهرنا، ما كيهمهمش سمعتنا، ما كيهمهمش تشويه الصوره، الناس اللي كتلصص على الاسرار ديالنا، ولو كان غير بالحق بعدا كيقولوا شي حاجه اللي هي كاينه ما يبقاش فينا الحال. دابا كينزلوا علينا الباطل، دابا كيخدموا بينا بالباطل، وهذا الشيء علاش انا واخا انا مشغول خديت من وقتي هذا الوقت هذا وجيت عند فاطمه الزهراء للدار، ما بغيتش ندير الفيديو في الدار. علاش؟ حيت الدار عندنا تبارك الله بلان، وما كيتصوروش، من حقهم رجالاتهم ما بغاهمش يتصوروا، حنا كنحترموا الخصوصيات ديالهم، ما كيتصوروش، يعني سبق لهم سمحوا لي. لا انت وحدي ما كتصورش. المهم وحده ما كتصورش، وحده شويه مسكينه كتحشم كيغلب عليها هذا، بالنسبه لحليمه خليناها على خطرها. اللي قلنا راه ولادها كيبانوا معنا، حنا خرجنا. على اي حال ما درتش الفيديو في الدار، جيت مول فاطمه الزهراء بنتي، جيت عندها للدار وهزيتها من باب الدار في الطوموبيل، وهنا مع بنتي بكل، انا كنعطيها كل الحب وكل الحنان، سيرتي كاب منبع الحب والحنان والعطف، وكنت ومازال وغادي نبقى، كنت ومازال وغادي نبقى، غادي نبقى غادي نبقى. علاش؟ حيت لقيت النتيجه في هذا الشيء، حيت لقيت النتيجه، ملي كنبغي وليداتي وملي كنعطف على وليداتي وملي كنسقيهم بالحنان كنلقى فيهم الحنان كذلك، لان فاقد الشيء لا يعطي، خصك تعطي وعاد تاخذ، خصك تزرع وعاد تحصد، ما يمكنش تجي في التالي انت تقول بغيتي تحصد وانت ما زرعتيش، ما يمكنش. المهم هذا الفيديو هذا درته خصيصا للقنوات المجرمه، القنوات المجرمين، الكذابه، الكذابه اللي كيكذبوا علينا وكينزلوا علينا كذوب،
البنت هانتوما كتشوفوا ما شاء الله عليها بحال البلاره، ما كاين لا خبيش، ما كاين لا دباز، ما كاين لا منتفه. البنت كتعيش احسن ايام ديالها في الدار ديال باها بكل افتخار، وراها في مكانها الطبيعي. لا يسرى ولا فاطمه الزهراء راهم في واحد المكان طبيعي اللي هو بيت الاب، دار باها بكل افتخار. ومرحبا والف الف مليون مرحبا بها، وتاكل هي عاد باكل انا، وتنعس هي مرتاحه عاد نفكر انا النعاس مرتاح. يعني هذا الشيء ما كنناقشوهش، وهذا الشيء بدون مجامله بلا جميل، هذا واجب عليا انا كندير، انا كندير غير واجب، كندير الواجب مع هذه البنيه هذه. والحمد لله، والناس اللي كتضرب في لبنى، لبنى راها اشرف منكم. أيه سمعوني، والحاضر يعلم الغايب، انا تنقولها بصارح العباره، لبنى لا مولاتي لبنى اشرف منكم. نصابكم يا ريت يا ريت لو كانت تشبهوا، يعني ما غتوصلوهاش ولكن غير تشبهوا لبنى، غير تشبهوا لها. ها هي البنت تشهد وتقول لبنى، لبنى هذه 15 شهر باش جات عندنا باش عاشت معنا، 15 شهر انا عندي محسوبين، 15 شهر باش جات عندنا لبنى. اش غادي نقول لكم؟ نعيا ما نقول، نعيا ما نوصف، ما غنوفيهاش حقها، ما غاديش نوفيها حقها ديك السيده. من بعد ما دخلت لبنى على الخط، من بعد ما لبنى جات حياتنا، اللي جات لبنى في واحد الوقت اللي كنا مدمرين مشتين منهكين، الام سمحات في الاسره، تبعات الهواء وتبعات الادسونس وتبعات الاصدقاء وتبعات الناس اللي غرقوها وهما مازالين كيغرقوها. لبنى دخلت في ذاك، جات في ذاك الوقت اللي كانت الام سامحه في الجمل وما حمل، وكنا كنعيشوا واحد الايام صعيبه، وكنا كنعيشوا واحد الحياه صعيبه، لان الاسره القياده الطبيعيه للاسره هي اب وام، ولكن انا كنت كنسوق بوحدي غير اب بلا ام. الحمد لله الحمد لله، مشيت مزيان مشيت مزيان معاهم، ولكن ولا بدك يبقى واحد النقص، ولا بدك يبقى واحد النقص ديال يبقى واحد النقص ديال المراه ما كاينش في الدار. يعني دار اي دار اي بيت خصو لازم تكون فيه مراه، ماشي بنت، لازم تكون كتقودو مراه 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 مراه. فاقد الام ديالك اللي باقا حيه، حيت كاين فرق، سمحوا لي، كاين فرق ما بين بنت يافعه يعني شابه وما بين مراه، مراه كبيره ماشي كبيره، مراه يعني شاربه عقلها، قاده بالمسؤوليه، كتعرف يعني شي حوايج اللي ما يمكنش الراجل يعرفهم، كتوقف على مكامن الخلل، فين كاين الخلل، فين كاين بوان فيبل، فين كاين بوان فور. يعني البيت، اي بيت في الدنيا، اي اسره، اي اسره مغربيه ولا غير مغربيه، اي اسره في العالم ما يمكنش يقودها راجل بوحده، يعني ولا بد كيلزم تكون امراه وراجل، لان سبحان الله هذا الشيء هذا خلق الله، يعني ربي اللي خلق هذا الشيء هذا، ولله في خلقه شؤون. ما نتناقشوش حنا علاش وكيفاش وفي الحيثيات، لا، انما اللي وقفنا عليه انا شخصيا وقفت عليه، وهو ان الاسره خصني تقودها امراه وراجل. اذا انا من سوء حظي ما لقيتش المراه اللي توقف معايا في هذا الشيء، ما لقيتش المراه اللي تمشي معايا في المسيره. يعني المراه صافي وصلت لواحد واحد المرحله وسمحت في كل شيء، سمحات فينا، سمحات وسكتات وصافي. المهم هي سمحات فينا وخرجت، يعني التاجر خرجت التاجر بمشاكلنا وبهذا الوضع اللي حنا كنعيشوا. في ذاك الفتره هذيك دخلت لبنى على الخط، جات لبنى اللي دابا متهومه بانها هي اللي شتت الاسره، ومتهومه بانها دات الاولاد، دات لها بناتها، ومتهومه بزاف ديال الحوايج، ولكن ماشي كل شيء، انا ما كنعممش، يعني من طرف واحد بعض القنوات المجرمين الله ياخذ فيهم الحق، لا سمح لهم حتى ديك الدار. وهي الحقيقة عكس ما كيدعيه البعض. لبنى جات وكانت السيدة المناسبة في المكان المناسب، يعني من بعد ما دخلت من نهارها الأول، من نهارها الأول أنا مازال كنعقل، 15 شهر هذه، أول نهار صبحات في الدار ناضت، دارت واحد الوقفة مازال كنتذكر، دارت واحد الوقفة في الدار ودارتها كواحد الدورة في الدار بعينيها، أنا مازال كنعقل بحال اللي عاد كنشوفها البارح ولا بحال اللي راه قبالتي دابا. دارت واحد الدوره، دارت واحد الشوفه، دخلت للكوزينه، وقفت في وسط الكوزينه، ودارت واحد الشوفه في الكوزينه، ودارت واحد الشوفه فينا، وبدات العمل ديالها.
الى يومنا هذا. داك العمل اخوتي العزاز داك العمل ديالها بان يعني، وكانت الامور جد 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 ايجابيه على جميع المقاييس، لا من النظافه ديال الدار، ولا من النظافه الشخصيه ديالنا، ولا من نظافه البنات، ولا من نظافه حوايجنا، ولا اتي نعيا. اشنو قلت لكم في الاول، راني نعيا نحسب في المحاسن ديال داك السيده وما غنوفيهاش حقها. يعني الحياه ديالنا مشات من حسن الى احسن الى احسن فاحسن فاحسن، والبنات كذلك حتى هما يعني حياتهم تنورات تبدلات، تبدلوا فيهم بزاف ديال المفاهيم، ولاو كيفكروا بواحد الايجابيه في الحياه، ولاو كينظروا واحد النظره مغايره على قبل لبنى، يعني بعد لبنى ماشي هو قبل لبنى، يعني كاين واحد التحسن كبير وكبير بزاف. هذه النقطة هذه هي اللي خلات الأم البيولوجية أنها تهز الإيقاع، رفعت من الإيقاع ديال الشر ديالها والعدوانية ديالها، وبغات بأي حال من الأحوال أنها تشتت هذا الشيء هذا، لأن ما كيصبش في صالحها، لأن كتشوف دق ناقوس الخطر عندها. ما معنى ناقوس الخطر؟ كتشوف بأن احنا بغات ولا كرهت غنوصلوا لواحد المستوى عالي الحمد لله، وهي غتبقى هابطة. عييت أبنتي ماشي مشكل، خاطر المستبدع ماشي مشكل. يعني هذا الشيء هذا هو اللي خلى السيدة غنقولها بالدارجة خلاها تجهل، خلاها تجهل، جهلت. وكاين الناس عندهم مصالح في هذا الشيء هذا كيصفقوا لها وكيزيدوا يشعلوا العافية، لأن في الأخير ما خاصين هما والو، وما غيرميوها الهلاك، وكل واحد غيدير التخريجه ديالو يخرج بحالته منها ويخليوها. وجميع الناس اللي معاها تلقي ما بين فولادهم، غير هذوك تلقي اي واحد شي معاها كنلقى هي عايشه حياتها مقابله مقابله ضلا، وهي غير وهي بوحدها كتبقى تحكى في الوسط. ايوا هادشي اللي كاين خوتي العزاز. المهم نسولك قدام الناس، شنو شتي في لبنى وكيفاش دوزتي هاد 15 شهر مع لبنى، وشنو اللي تغير، واش قادره تسمحي في لبنى وقادره تسمحي فينا كيف ما كيدعيوا البعض، ولا هادشي غير اشاعات وكذوب و... انا كنعيش حياتي عادي، وفي هادشي في خبركم انا ما في خبرليش كاع، ما 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 مسوقاش هي كاع. حتى البارح عاد سمعت هكا وصافي. اما البارح انا مشيت خرجت حياتي عادي، مشيت خدي داكشي اللي بغيت، ما مسوقاش كنقول لكم ما مسوقاش لهادشي كامل. اما بالنسبه للبنى من النهار اللي جات راه كلشي باين، حيت حنايا فهمتوا كيفاش كنا وكيفاش ولينا، وشي حوايج ما كتقولهم لك امك، وانا شي حوايج فين جات ما كنتليش عارفاهم كاع، حتى وراتهم ليا، وداكشي راه خصو يجي من امك انت، خصو تكوني عارفه من صغرك بزاف د الحوايج. كيف كتجي مرات باك وتقول لك يعني قليل في تلقي بحال هكا، وراه كلشي شاهد الفيديوهات من قبل وكيفاش دابا وكيفاش طورت حياتنا وكيف، حتى راسنا ما كناش جامعين بحال هاك بابا، ايه راجل كبير وبعقل وداكشي، ولكن ما كنتيش جامع راسك مزيان. يعني كاين شي حوايج، كاين واحد الدور خص ضروري من الام، راه هادشي قلتو في الاول. يعني الحياه اي اسره في الدنيا راه ما كتمشيش ما كيسوقهاش راجل بوحدو، ما يمكنش، صعيب عليه الحال، ولا بد بيخلق مراه وراجل. يعني كاين شي ادوار، هي يعني فاطمه الزهراء قالت واحد الكلمه الله يرضي عليها وتبارك الله عليها، قالت واحد الكلمه مهمه ومهمه بزاف، قالتها هكاك بلا ما تحس، قالت سمعوا، قالت بان هي سمعت شي كلام من عند لبنى اللي من المفروض انها تسمعه من الام، ولكن ما كانش سامعه من الام. تكبرت صحبه جات لبنى عاد يعني لعبت الدور ديال الام ديالها، داك الدور اللي ما قداتش الام الفاشله انها تقول ديرو، دارته معها لبنى. شي حوايج انا تدرت 17 عام حيت جات لي العام اللي فات، عاد كنت عرفت هادشي، درت 17 عام عاد عرفت شنو خصني نعرفهم فاش نكون صغيره، وما كنتش كنعرف نديرهم تصور معايا بزاف لجيت نهضر مع نحشم. لا شي حوايج يعني خاصين داكشي العيالات، يعني البنت الصغيرة وداكشي واش غادي يقولوا الاب؟ يلا قولي ما يمكنش، الاب هو كيفكر فيكم مثلا كليتو واش ما شربتو نعستو في الليل تغطيتو كذا، ولكن شي حوايج راه غالبا بد ما تكون الام هي ديك الفتره اللي بناتها محتاجين لامهم توعي شويه. كانت سامحه، كانت دايها الريح، صايت لها الريح في ودنها، دايها في الادسونس، دايها في الصحابات، ودابا اللي كيحز في النفس دابا حاليا كتعيط الله ياخذ حقي. دابا هاد التناقض، هاد التناقض، كتعيط الله ياخذ حقي، الله ياخذ حقي، وكتسنى حقها يتخاد وكتسنى حقها يبان. على اي حق كتهضر هاد المراه هادي؟ على اي حق؟ الا كان شي واحد غيطلب الحق وراهم، احنا اللي دمرتينا وكنا عايشين معاك في الدمار. ربنا يبكاس. ايوا نهار عساني ديال النهار اللي طلقت صافي اخر جلسه وجيتي وكزيتي ادم في حجرك فاش كنا ساكنين مع ماما، اخر نهار اللي طلقت صافي شدوا الوراق ديالهم هكا وجاو
وكنت شاد ادم كتبوس وداكشي وانا جات نبكي دخلت لقيت كنبكي في الكوزينه تما ما حس كنا عايشين مع ماما واحد الحاله يرت على بقيت كنبكي ولكن علاش بكيت علاش كنقول علاش داكشي كان خير كبير لينا تخلو معاك ما كنطلقوش وما في الاول كان مزيان في الجحيم كان خير كبير بحال ما كيدير ربي اللي فيها الخير اكيد احسن حاله درتيها في حياتك هي طلقتي ماما احسن حاله درتيها في الحياه ديالك واللي كنخصها دير شحال هادي كاين شي مشكل دابا ما مات شي شتي متبين شتي على حاله هذا راه واقع هذا يعني هذه قصص يعني هادشي هذا منصوب الواقع هادشي كنعيشوه يوميا ايه والله ياخذ الحق الله ياخذ الحق صافا بغيت نمشيو بحالنا انا سرقت هاد الوقيت هذا وجيت عمدا باش نديرو هاد الفيديو انا وفاطمه الزهراء باش نوقفوا على هاد الحقائق وتعرفوا اشنو كاين باش الناس ما تبقاش تابعه ديك قنوات الصرف الصحي ياخذ فيكم الحق ديال المجرمين اللي كسروجوا الاكاذيب وكسروجوا شي حوايج ما كاينينش في الاصل ديالهم ما كاينينش الله ياخذ فيكم الحق يا اخوتي الاعزاز كنتمنى هذا الفيديو يكون تكونوا استفدتم منه شي شويه وعرفتوا واحد عرفتوا الحقيقه وعرفتوا بان راه كاين واحد الناس اللي كيتلصوا علينا كاين الناس اللي كينسقوا علينا الباطل وكيخدموا بالاكاذيب الكذوب كيخدموا غير بالكذوب راه ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء وحتى لهنا غادي نقول لكم السلام عليكم كاين شي كلمه اخرى تقوليها فاطمه الزهراء هادشي اللي كاين المهم بلا بخير على خير الحمد لله وما عندك لا نيه ديال المشيان حتى شي حاجه هادشي كله غير اشاعات كذوب في كذوب كيعيشه معنا مرتاحه الحمد لله بيتك يعني كلشي الحمد لله موفر على قدر المستطاع حنا ماشي شي ناس اللي هذا ولكن الحمد لله يعني الاهم هو الامان والحب والعطف والحنان ما راه كلشي عايش باللي كتر الله المهم ما كاينش الحمد لله داكشي اللي كيروجوا بعض راه ما كاينش داكشي كذوب في كذوب والحمد لله احنا مازالين وعلى العهد غاديين وحتى لهنا نقول لكم السلام عليكم الى اللقاء